السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم علي البقمي، جيناكم في معلومة جديدة وفقرة جديدة. اليوم راح نتكلم عن الأم. الأم وفضلها الكبير على المجتمع ودورها في الأسرة والمجتمع. اليوم راح أكلمكم عن فضل الأم وكيفية الحصول على طاعتها. الأم لها دور كبير على الحضارة والمجتمع. حرص الإسلام على بر الوالدين، وهناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أحد من الرجال وقال: من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبيك. عشان كذا احنا لازم نطيع الأم، وهذه الفقرة إهداء لأمي غالية. وإن شاء الله عجبتكم فقرة اليوم، وكان معكم علي البقمي، ومع السلامة.